وللمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا هاتفيا الدكتور عمرو سليمان أستاذ الاقتصاد جامعة حلوان. دكتور عمرو بعد التحية، العلاقات الاقتصادية بين مصر وبلجيكا شهدت تناميا مضطردا في الفترة الأخيرة، كيف تقرأ ذلك وانعكاس لقاءات الرئيس السيسي بكبرى الشركات البلجيكية؟ يعني السيد الرئيس وكعادة مؤسسة الرئاسة المصرية دائما لدينا ما يسمى في ال7 سنوات الأخيرة الدبلوماسية الاقتصادية، الملف الاقتصادي وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والتعريف بالمشروعات والفرص الاستثمارية الموجودة في مصر والإصلاح الاقتصادي الذي تم بها دائما حاضر على أجندة السيد الرئيس وفي مختلف المجالات، وبلجيكا واحدة من الدول الهامة جدا للدولة المصرية، وبيننا وبينهم علاقات ليست اقتصادية فحسب ولكن أيضا علاقات سياسية وثقافية هامة جدا، وبالتالي تفعيل الملف الاقتصادي بهذه الطريقة خلال عام 2019 بشكل كبير جدا، شهد أرقام تاريخية لحجم التبادل التجاري أو الاستثمار وعدد المشروعات البلجيكية. ربما جائحة كورونا أثرت على هذا خلال العامين الأخيرين 2020 و2021، ولكن أعتقد سلسلة اللقاءات التي أجراها السيد الرئيس اليوم هي أيضا ليست فقط لجذب الاستثمارات لكنها تفتح أيضا آفاق للترويج للصادرات المصرية في بلجيكا، خاصة وأن الصادرات المصرية لبلجيكا شهدت زيادة واضحة جدا في معظم بنود الصادرات سواء الزراعية أو في مجال الأجهزة الكهربائية و الحديد والكراميك وغيرها من المنتجات المصرية التي تغزو الآن السوق البلجيكي. نعم، شكرا جزيلا دكتور عمرو سليمان أستاذ الاقتصاد جامعة حلوان.